على السرير ديال الطرف ديالها هوني غيكون الاقتصاد الوطني غادي يعني كنشوفو الترامبو اليوم كاين بولات مزيان كاين في طريق مديونة طريق مديونة خمسة الأسواق غنقول غنشوفو الوطنية غنقول دولية كاين القريعة كاين الحفالية طنجرة كاين زعما البيضة درب عمر هذا هو القلب النابض ديال الاقتصاد الوطني حنا اليوم كنشوفو الترامبو غير بالسنة غيقتل ذاك التزوير العالم يعني الاقتصاد ولكن حنا فطمنا من المهنيين ما كندخلوش في المجالس لان النهار خرج هذاك البرنامج ديال المترو اللي غادي تصوب الملايير يعني غادي تصوب حنا فرحانين به ما كاينش تعاون لان حنا ما كاينش التمثيل ديالنا ما كاينش التمثيل ديالنا في المجالس اليوم الناس تبعوها في الرياضه المحل كيصرف 100 مليون اليوم ساعه 80 مليون يبيعوا له لان حيت عندنا عرض رسمي وطلبوا يدير فلوس زياده شحال كان يدير فلوس زياده في طريق الديونه ما بينا حتى حاجه حنا غادي نشوفوا المواطنين ما نقدرش هذا غادي يجيب لنا بزاف الكل لهذا خصنا ندخلوا للمجالس باش نتبعوا المصالح ديال التجار هادشي اللي خصنا نعملوا راه السبب ديالنا هو حنا كنخرجوا وما ندخلوش وما ندخلوش وشكرا سيدي على السؤال.